اللي من باب النظام الكشفي واللي تربينا عليه يبدا اللقاء او الجمع او الاجتماع كما تحب كل شيء نقدموا رواحنا لبعضنا. احسن منظمه في العالم اللي تشد بيد الشاب وتخرجه وتكونه التوانسه وجماعه المهديه اثناء الحركه الوطنيه اللي هما كشفين وقاموا تركيز الدولة دولة كل الاستقلال بما فيهم المقاومين شيخ خاسم التومي بما فيهم شيخ حافظ الرجب بما فيهم شبش نسمي لك هدوما في نتيجة يعني ليالي ليالي على الفرقة الكشفية أسسها من جبالي خلاها تونسية وأسسها من جبالي خلاها تونسية عقدة وشعار وعلم فولار وسورية عقدة وشعار وعلم فولار وسورية هوني الكشافة في المهدية الكشافة بتاع المهدية اتكونت 48 سنة 48 49 قيادة تحت المكارم على الراحة قيادة سالم مغروب ومحمد تركي توفى ومصطفى مبروك ومختار الزواري اللي توفى المدة الأخرانية هذوما هدية الحجة اللي باش نبداها لكم كيفاش الكشافة مصر الوجباني الله يفرج عليه ان شاء الله عاد انت تعرف وهيدوما اللي بدينا المخيمات عام 49 50 هي باش مع الضعف المادي وكنا كوننا رواحنا بروحنا ونخدموا باش نكونوا نخدموا المخيمات يعني احنا في المدرسه القرانيه احنا ما كانوا المعامل السردينه احنا نمشيو نخدموا في المعامل السردينه باش نصوروا هاك الزومي باش نمشيو للمخيم شوف قبل كل شيء تحيه العلم والرسالات كان كونت فينا الاحترام والاستعداد والديسبلين تو ميزان الوجود قايد معنا هذه مرة في العلم أول ما خرجنا وإحنا كيل واحدة ميزان عملنا الشهرة هذه مخيمين في مستيل هذه أول خرجة حسين فرج الله يرحمه في وراء بني حسان هذه في مستير هذه عام 49 أول فن كانت تلمينا لما جماعة لقينا أن الكشافة وقتها القيادة متاعها كانت ما تعجبش شوية هكا يا بين الفوقي وقتها حبينا ننهضوا بها وقتها تلمينا لما ولدت بهيم باف كذا وقت شيء وحاولنا أنه نعملوا وعملنا تحركات كبار هي الجهه كانت في المهديه ثم سي صادق العماري ومن بعد سي عبد العزيز بن حارث التحقت بالكشافه في الابتدائي حتى وقعت فيها حتى التروجيام اني كوليج هو خالي على طريق سيسان المغرب خالي أدايا مناضل تفهم فيه وصاحبه الروح بالروح وناضلوا مع بعض هو سيسان المغرب قال لي تمشي الكشافه مشيت لا نعرف شنو ولا مشيت وبر لا اونتو بارونتيز بنات فاميليا بنت المصمودي انا باها مدير مدرسه في لكواش في المصمودي سعاد بحري او دار دار البحري قهوه قمره تفهم فيه صحيح. جميلة مغروب خوها معتمد معناها منيرة حج رمضان امها مدام برمضان المديرة نتاعنا مش نابوخت كيم وفيق يا مزيور عايشين في الكشاف يكونوا فينا فهمت مثلا في مخيم كل صباح القائد الكبير يعمل انسبكسيون على الخيام الكليكات شكون اللي فرش وماهوش مقدود بالكدا
وشكون اللي ماهوش عطراب خاطر السنه شكون اللي ماهوش منظف بالفوش البيوش معناها القاعه ما فيها حتى شيء يكون مستويه اه لازم تكون مستويه ونظيفه تفهم فيه حصير التنوي نتاعك فرواسي ولا الكرافات نتاعك ماشي منظمه الوغ لا بون اونو بلان با اما دي زوطر فاسون شوف زميلتك محلاك ويبدا يتربش به فهمت الوغ يحسوك يحسوك فهمت انا كنت طفل انطوائي جدا très introverti وكنت الاكتيفيتي اكثر اكتيفيتي هو اني نقرا قصص كتب ما كانش عندي كونتاكت مع العباد وكنت حشام برشا ما نجمش نتكلم قدام العباد كنت في الكشافه في اول طفولتي ساعه في تونس كفرد ومن بعد في فتره اخرى في التعليم الثانوي متاعي شاركت كقائد اشبال نمشيو للمخيم نعديو شهر كامل صغار صغار اشبال فهمت اشبال اكثر يفلو نلعبو نلقاو الماكلة حاضرة ناكلو نتفردو برشا حوايج نعومو في البحر نتفهم فيه ولي كخون قيادة الكبار هما اللي تحملو المسؤولية كل شيء يطلعو للسوق ويقديو ويجيو يحطو الحطب يشعلو النار يحطو المرميطة ويطيبوا ويحطونا باش ناكلوا ويكونوا يغسلوا معهم علم هذه شنو تعلمنا تعلمنا الاعتماد على النفس الوغ يجي زمان ونتبع الصحة ونولي ساشفام تيفك الخوافة ولا تقابلة أكل الخوافة أكل تخاف من دول ولا تقابلة يسمع يبه تكونت في الإجابة مش في المشبه تكونتكم الفوق والحمد لله يا ربي أني عمري لا ننسى مسيرة الكشاف عليه معناه تلميذ ولا باسيف ما عادش أكتيف أني تي أكتيف في الكشافة كل شيء بالملموس كل شيء نتحرك طوى شيء كان لعبات ساكت دارس كل تركينة في واحد وش عليها ستاتي والله صدقني يدخلوا عليه تفجع مصايب روحي في الدار في الاسبكسيون تاع كل صباح يقف قايدات يقدم المخيم قدم الخيمه ويغزر يغزر يغزر ما راهو كان القايد عمل باف شي ديريكت وهز المخده يلقى تحت المخده مقص نهار ولا ليل مقص خاطر تحت المخدة ما يجب تحط حتى شيء تحت المخدة هيك علمونا هذه ليلة آخر ليلة في في المخيم تجي سمعنا المخيم ما هو تو يعملوا هاش ما هو في جبل ما تمش نارات ودور كل شيء يا دار مكانك النار النار الضوء جبوا راح تم يعملوه شيء بعد العشاء يعملوا ينحيوا الدبش ويبدلوا الصوره تاع وجههم يبدا يليت يعملوا ديك لور ديك احسن من العكس بالكلمه هي فما صيحات وفما شبه تمثيليه ولا حاجه كل حاجه عندها انا اذا لازم نفكر منين حاجه تكون جوع جوع ونص نهار ما هو قلب تعجب الناس كيف يجب لا قد جعل قومه فبما لا ناكله فبما نشربه يقدر دربك على كتاره كيما كفل فبما والسحر فبما لا ناكله فبما نشربه ايوا ثم كان هذيك برافو معناها كل حاجه لي سوفنير يونا بلان اهم شيء هو في لي سوفنير نتاعي هو لي زاميتي كو جي تعمل اصحاب واصحاب اللي يدوموا معناها خاطر ما يقول لك اكثر شيء باش تعرف انسان هو وقت اللي تسافر معاه وتبات معاه هكا دونك هك الصحبه هذيك والميزيريا اللي نشوفوها مع بعضنا والغسرات اللي ناكلوها مع بعضنا هذيك ساكري دي ليان اسي سوليد هكا انا نفكر مثلا مره في مخيم في سوسه في دار الشباب وقتها
ما ثماش لوكال حاضر وكذا، نلقاو فروشات من غير جراري قعدنا عليها هكاك، وجات ظروف وقتها ما عرفش صدق علينا اكثر الوقت في عز المطر، واحنا هكاك الحساسيتي مال بريباري صار فما شويه مشاكل مع دار الشباب، وجينا وقتها باش نطيبوا عشان لقينا شي الماتريال الحاسب. في الاخر طيبنا مقرونه ما عندناش ملح، صبينا من البحر كليت مقرونه بمال البحر. فما احواج اخرين مره كان فما اون كونكورونس مع منظمه شبابيه اللي كانت تابعه الحزب الحاكم وقتها، هما كانوا عندهم برشا فلوس وياكلوا مليح وكذا، واحنا المزمرين اللي عايشين في الخيم وناكلوا اللي يجي وكذا. كنا وقتها في مركز التخيم تاع الشاطئ، نطلع طول الليل نطلع من الجبال كاك الباسيستاس الصغار هذوك، نهبطوا لهم جماعه فرغنا لهم الكوزينه، فرغنا لهم الكوزينه ضربنا لهم الماكله وهزينا لهم العلم، حاصل عملنا فيهم شر الشعب وقتها. بالكشافه والاكتيفيتي نتاعها تبدلت حياتي كومبليتمون في الميدان هذا، وصلت وليت نجم نتكلم في اجي قدام اميليات بيرسون ونقود اجي، ما فماش حتى معناها ثم فرق بعيد منين كنت من الاول وفين وصلت من بعد، معناها هذه سا ترانسفورمي ما في. الكشافه فيها انه يعلموك كيفاش تتصرف وحدك، انك تولي تعول على روحك وتعول على اصحابك، معناها دون سونس نتاع التكاتف نتاع انه تعملوا مع بعض اون ايكيب. ثم سارتان دوغري دو سونساسيون نتاع هكا تو افرونت لو دونجي هكا شويه، وتولي تعس على الناس الراقدين وانت يلزمك تعس هذيك. الباهي في الكشافه هو التعويل على النفس اللي ما تلقاوش في المنظمات الاخرين. احنا نتعلموا الاسعاف في جمله الاكتيفيتي نتاعنا ككشافه، نتعلموا الاسعاف معناها نتصرفوا ونوع من الريسبونسابيليتي، وفما كذا وفما تاثير، فما معناها ديما حتى خطر ميزوري شويه، مش حاجه كبيره. الكشافه عندها هدف واحد، الغدوه لبعض غدوه في العالم اجمع. علم برافو علم، هذاك كان يمشي يتحيي الدم ربينا يروح في الدم، فهمت كيفاش؟ والكشاف اللي تو يخيموا في الليسين، الكشاف ما يمشيش الجبل وما يمشيش الخيمه وما يتعبش، تو يجيبوهم صيفين وخيمات، ما فيش من البنا بتاعها في الاعتماد على النفس شوي. القرايه وحدها راهو ما تعملش منك انسان اللي براتيك اللي باش يواجه الحياه، يلزمك تتعلم الحياه وشنو هي المجالات وانت صغير باش تتعلم الحياه وتدخل اون كونتاكت مع العباد دون انك تدخل في ديزاكتيفيتي من نوع هذا. انا نتمنى لكم تعيشوا تجارب اللي فيها نوع من الديفي نتاع الحياه نتاع الواحد، نوع من الصعوبه باش تكتشف شخصك، عندك سنتين طاقة عمرك لا تخسرها في اللي يجي، موت امشي مثلا، موت اعمل حاجة مفيدة، اغسل اوبسيرف، هذيك الحاجة أنا تلقاها نهار آخر. بل حطتني على السكة باش نواجه الحياة.